مرحبا أحبابي، اليوم بدأمل أنا وياكم طريقة تحضير فطاير. منا نعمل 15 شكل من أنواع الفطاير أنا وياكم، منا نشكلهم ب15 طريقة. شايفين كيف عنا عدة أشكال غير اللي نحنا عطول بنعملها، وكتير سهلة ورائعة. وعنا أحجام من الفطاير كبيرة وصغيرة مثل ما شايفين. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا كوب حليب فاتر، بحط ملعقة صغيرة خميرة، ملعقتين صغار سكر، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، بحط نص كوب زيت نباتي. هذا الكوب اللي عيرت فيه كل شيء. ملعقتين صغار لبن، زبادي، يوغرت، بحط 3 أكواب ونص طحين، كوب، 2، 3 ونص. حطينا 3 أكواب ونص طحين. هيدي العجينة بتقدروا كمان تعجنوها على الإيد، كتير بسيطة وسهلة. هلأ بعجنهم مع بعض. انتهينا من عجن العجينة، نشيلها ونحطها بالجات. كان دافي حوالي 5 دقايق بس ارتاحت عنا العجينة. هلأ بدنا نبلش بالتشكيل أنا وياكم. أول شي نعمل كرات، عملت كم كرة بهيدا الحجم. هلا بترك هيدولي اذا بدي شكل اشكال تانية. لزي فيها هيدي العجينة ما بحاجة نحط لها طحين، نشتغلها كتير على نظافة. هولي بنرجع بنعجنهم وبنستعملهم، نحطهم على جنب. كمان نفس الشي هيدي بعجنها. بقطعها سكينة صغيرة، بعمل بهيدا الشكل. عندي هون عدة أنواع من الجبنة ومرتدل، لو فينا نحط شوكولا وممكن تحطوا لحمة. رح أحط من هيدي الجبنة أنا العكاوي، رشة سمسم خفيفة، ونحط هيدي الطبقة. حطها على جنب، منشكل شي تاني. من قصة بقطعت البيتزا بهيدا الشكل. هلا
راح احط جبنة مازوريلا، سمسم. هالفطاير انا عم بعملهم للفطور او للسحور. كلبسة منيح بعملها رول. هايدي فطيرة تانية راح احطهم على ورق الزبدة. كمان جبنة موزاريلا. سمسم. لفها بهيدا الشكل. كتير سهل الكل بيعرف. هيدي راح احط بقلبها شوي مازوريلا وشوي مرتديلا. هول بعملهم بهيدي الطريقة مثل اكس. هيك هيدي هيك هيدي هيك بهيدا الشكل.
بنشدها شوي للعجينة وبنفتلها. شايفين كيف؟ بنشد شوي وبنفتلها، نكبسها مع اللي قدامها بهيدي الطريقة. شوي نعملها بهيدي الطريقة. شايفين كيف؟ بكبسهم مع بعض، بكبسهم مع بعض. نشكلها بهيدا الشكل. بفتلن وبمدن لهيدي الجهة. كمان بحطها على ورقة الزبدة. عم حاول سرع الفيديو قد ما بقدر عشان ما تملوا انتو عم تحضروا من الفيديو. بهيدي الطريقة
حط كمان حبة البركة. بلفها. بسكرها منيح على الأطراف. بعملها بهيدا الشكل. هيدي بقصة بهيدا الشكل. بحطها على جنب. إذا بتحبوا بتحطوا سمسم وحبة البركة مع بعض، كمان حلوة بتطلع بهيدا الشكل. بشكلها بحطها ورقة الزبدة. عملنا 15 شكل، أشكال كتير كتير مختلفة ورائعة. هلأ بدخلهم على فرن حامي مسبقاً على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. هول الفطاير اللي عملتهم أنا وياكم، أخدوا بالفرن 6 دقايق، وممكن تفتحوا الفرن وتشيكوا عليهم، ما في أي مشكلة. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.